السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقيم جامعة الفرات الأوسط التقنية المعهد التقني المسيب ورشة بعنوان تصميم حظائر المشترات، تلقيها على حضراتكم التدريسية درس مساعد من الجبوري في قسم تقنيات المكنن الزراعية. هناك بعض الشروط الفنية الضرورية والأساسية التي يجب اتباعها ومراعاتها من قبل المزارع الذي يريد بناء حظيرة أبقار في مزرعته، سواء كانت هذه حظيرة أبقار حلوب أو حظيرة عجول يراد تسمينها. فمن الضروري جدا تأمين التهوية الكافية والإضاءة المناسبة في الحظيرة، كذلك من الضروري جدا حصول الحظيرة هذه على أكبر كمية من الدفء من أشعة الشمس، بالإضافة إلى حماية الحظيرة هذه من الرياح الشديدة والبرودة في فصل الشتاء خاصة. اختيار موقع الحظيرة: أولا أن تختار الحظيرة من حيث موقعها العام بشكل تكون بعيدة عن المنطقة السكانية. ثانيا أن تفصل الحظائر عن بعضها منعا من انتشار الأمراض والأوبئة. ثالثا أن تبنى الحظيرة من الجهة التي يسمح بدخول أشعة الشمس إلى داخلها لتأمين الضوء والإنارة إضافة إلى الدفء. رابعا أن تبنى الحظيرة بشكل معاكس لهبوب الرياح، ويفضل إنشاء مصدات للرياح وخاصة في حال اختيار الحظيرة المفتوحة. شروط الحظيرة الصحية: عند إنشاء حظيرة الحيوانات يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية: أولا المساحة، عند إنشاء الحظيرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار إمكانية التوسع فيها مستقبلا ونوع الحيوانات التي ستقطن في هذه الحظائر، وبشكل عام تتوقف المساحة اللازمة تأمينها لرأس الواحد من الحيوانات الزراعية على الجنس والسلالة والعمر والحالة الفيزيولوجية والإنتاجية. ثانيا الإضاءة، يجب أن تكون الحظيرة مصممة بحيث يدخل إليها الضوء الطبيعي من أشعة الشمس طيلة ساعات النهار وهي إضاءة طبيعية، وأن إنارة ليلا تسهل عملية الخدمة ورعاية الحيوانات والعناية بها عند اللزوم. وعلى هذا يجب أن تتوفر النوافذ الكبيرة على جدران الحظائر ومن جهات الأربعة كافة لتأمين دخول ضوء الشمس إلى الحظائر على الدوام. ثالثا أن تكون جافة وسهلة الصرف، عند اختيار موقع الحظيرة يجب أن يكون في مكان مرتفع نسبيا لتسهيل أعمال الصرف والتخلص من الفضلات، وأن يكون مستوى الماء الأرضي بعيدا لتجنب زيادة الرطوبة داخل الحظيرة، وأن تكون بعيدة عن كل ما من شأنه أن يزيد من الرطوبة الجوية داخل الحظيرة. رابعا التهوية ودرجات الحرارة، تلعب التهوية دورا مهما في خفض درجات الحرارة والتخلص من الرطوبة الزائدة والغازات الضارة داخل الحظيرة، نظرا للتأثير السلبي لدرجات الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة على الحيوانات والطيور وعلى العكس تماما، فإن درجات الحرارة المنخفضة والمعتدلة تحسن الإنتاج وتزيد المقدرة الحيوية والإخصابية لها. خامسا تصميم الحظائر وتجهيزاتها الملحقة، يجب أن تصمم الحظائر بحيث أن يكون العمل فيها مريحا دون إعاقة أو عرقلة، وأن تكون ممرات الخدمة وتوزيع الأعلام بمساحات وأعداد كافية، والأبواب واسعة تسمح بخروج الحيوانات ودخولها وسهلة الفتح والإغلاق وخالية من الزوايا والنتوءات التي قد تسبب جروح للحيوانات وإزعاجها. وكذلك يجب أن تزود بالمعدات والتجهيزات الضرورية كالمناهل والمشارب وشفاطات الهواء وغيرها. أما حفر السماد والمخلفات فيجب أن تكون بعيدة عن الحظيرة قدر الإمكان حتى لا تكون بؤرة لانتشار الأمراض والطفيليات ومصدر إزعاج من الروائح الكريهة. وأخيرا يجب تأمين مسرح لرياضة الحيوانات وتحركها ويلحق بالحظيرة عادة، بالإضافة إلى غرفة الإدارة والعمال والرعاية البيطرية ومستودعات الأعلاف وغرفة الولادة وغيرها. المسارح، تبنى المسارح بجانب الحظيرة لرياضة الحيوانات وتحركها، ويجب أن تكون أرضها متينة صلبة تفرش بالرمل أو تبلط بالإسمنت الخشن. أما إذا كانت مسارح الأبقار والخيول والأغنام ذات مساحة واسعة فيمكن زراعتها بالأعشاب والنجيليات، ويخصص لكل رأس من الحيوانات الكبيرة الحجم كالخيول والأبقار مساحة قدرها من 10 إلى 15 متر مربع من أرض المسرح، وتزرع بعض الأشجار لتأمين الظل وحماية للحيوانات.
وتحتوي المسارح على أطرافها المشارب الآلية، ومن المعروف أن الحيوانات تقضي أغلب أوقات النهار في المسارح وتأوي إلى الحظائر ليلا بعد تنظيفها وفرشها. ويبنى سياج المسارح من العوارض الخشبية القوية أو من الأسلاك غير الشائكة حتى لا تسبب لنا أي أذى للحيوان. بناء الحظائر يعتبر رأس المال من العوامل المحددة عند بناء الحظيرة، وقبل إنشائها يجب أن يشارك في الدراسة كل من المهندس الزراعي والطبيب البيطري ومهندسي البناء لتجنب الوقوع في الأخطاء الفنية التي قد تكلف الكثير. وعند بناء الحظيرة يجب أن تقيد بالنقاط المهمة التالية: أولا، اختيار الموقع الذي ستقام عليه الحظيرة. يجب أن يحقق الموقع الذي ستقام عليه الحظيرة الشروط الصحية والاتجاه المناسب، ويفضل أن تكون الجهة جنوبية شرقية أو جنوبية غربية، وتجنب الجهة الشمالية التي تتعرض دائما للتيارات الهوائية الباردة شتاء ولا تدخل إليها الشمس. وكذلك يجب أن تكون الحظيرة على اتصال بمستودعات الأعلاف وقريبة من سكن القائمين والمشرفين على خدمة الحيوانات. مواد البناء: من الضروري أن تكون المواد التي تشارك في بناء الجدران والسقوف ذات عزل حراري عالٍ ولا تمتص الرطوبة، وقوية ومتينة ورخيصة الثمن. ثالثا، الجدران: يجب أن تكون الجدران سميكة بالقدر الكافي لزيادة العزل الحراري، وكذلك قوية ومتينة حتى لا تؤثر فيها العوامل الجوية. ويستخدم في بناء الجدران كل من القرميد والحجر الكلسي القاسي والخفاض، ومن ثم تطلب الكلس الحي بهدف عكس الضوء والحد من النمو وتكاثر الجراثيم في الجدران. سقف الحظيرة وسطحها: من الممكن أن يكون الحظيرة سقف الحظيرة عبارة عن ألواح من الخشب توضع بعضها بجانب بعض، وهو من أبسط أنواع الأسقف وأرخصها ثمن، إلا أنه لا يفي بالغرض المطلوب، أو قد يكون من الأترنيت أو من الإسمنت المسلح. أما شكله فيمكن أن يكون مستويا أو جملونيا أو نصف جملوني، وهذا يتوقف على الظروف المناخية السائدة في المنطقة. خامسا، أرض الحظيرة: عادة ترتفع أرض الحظيرة بحدود 25 إلى 35 سنتيم عن الأرض المجاورة لها لتفادي مياه الأمطار التي تؤدي إلى زيادة رطوبة الحظائر، وكذلك سهولة تصريف المياه والمخلفات عند تعزيلها وتنظيفها. وأن تكون الأرضية جافة ودافئة، وهذا يتحقق باستخدام مواد عازلة للحرارة والرطوبة، وأن تفرش دوريا بالتبن والقش. وبصورة عامة يجب أن تكون أرضية الحظيرة سهلة التنظيف، قوية وكتيمة، ولا تحتوي على حفر ونتوءات تسبب تجمع الأوساخ والفضلات وتزعج الحيوانات عند ركودها على الأرض. سادسا، النوافذ: من أحد الشروط الصحية للحظائر الإضاءة الجيدة، ويفضل أن تكون مساحة النوافذ في الحظيرة تعادل 1 إلى 15 من مساحة أرضها، وأن تتوضع النوافذ في الجزء العلوي من الجدران لتأمين الإضاءة والتهوية الجيدة، وأن تفتح إلى الأعلى والداخل لتفادي التيارات الهوائية المباشرة خاصة في فصل الشتاء. 7. تهوية الحظائر: بالإضافة إلى النوافذ، فإنه يجب تأمين المراوح أو شفاطات الهواء للتخلص من الهواء المحمل بالرطوبة وغاز ثنائي أكسيد الكربون والروائح وغيرها، ودخول الهواء النقي بدل الفاسد. والمعروف أن الحيوانات الكبيرة كالأبقار والخيول تطرح في الساعة ما مقدار 160 لتر من غاز الفحم و 300 غرام بخار ماء. إنشاء الحظائر: عندما يريد المزارع إنشاء حظيرة أبقار في مزرعته، وبعد اختيار الموقع المناسب والمحقق للشروط المطلوبة والتي تؤمن راحة الأبقار وتضمن صحتها وتمنع عنها الأمراض والأوبئة التي كثيرا ما يتحقق ما يتعرض لها البقر عليه، أولا الاستفادة من موقع البناء من المواد المحلية المتواجدة بالجوار واللازمة لاستخدامها في بناء الحظيرة، والتي يمكن أن تكون أحجار وطين أو لوك وطوب من أجل جدران الحظيرة، ويمكن أن تكون من البيتون والبيتون المسلح. أما بالنسبة لأسقف الحظيرة، فيمكن أن تكون من جوائز خشبية مورين أو من جوائز معدنية، زوايا مجاري مقاطع مختلفة، ويمكن الاستفادة أيضا من القساطة المعدنية من الحديد الأسود الذي تغطى بالألواح من الأترنيت أو توتيا أو غيرها. كما يمكن أن تبني الحظيرة من القساطة المعدنية للأعمدة والأسقف وتغطى بالألواح الأترنيت، ويمكن أن تبنى من البيوت المسلحة.
الحدائق إلى نوعين من حيث شكلها. أولاً الحدائق المفتوحة، وهي الحدائق التي تكون بشكل مظلة مؤلفة من أعمدة معدنية وأسقف معدنية وألواح من الأترانيت. وفي هذه الحالة يمكن أن يوجد مسرح للأبقار حيث توجد مشارب المياه خارج الحظيرة هذه. ثانياً الحدائق المغلقة، وهي الحدائق التي تبنى من جدران من البلوك أو من الأحجار وغيرها، وتوجد بها نوافذ للتهوية والإضاءة، ويتم خدمة الأبقار داخل الحظيرة هذه حيث ينفذ المعلف والمشرب للمياه، ويتم تنفيذ ممرات داخلية لتزويد المعالف بالعلف المناسب. أنواع حظائر الحيوان. لكل من الحيوانات الزراعية متطلبات البيئية والمناخية، وبالتالي لابد من أن يكون لكل نوع حظائره وتجهيزاته ومعداته الخاصة. فمثلا لا يمكن رعاية الدواجن في حظائر الأبقار أو رعاية الأرانب في حظائر الخيول. أولا حظائر الأبقار، يجب أن تتوفر في حظيرة الأبقار الشروط الصحية كافية من حيث الإضاءة والتهوية والجفاف، خاصة وأن الأبقار تمضي أشهرا طويلة داخل الحظيرة دون أن تخرج منها. وعلى العموم يجب أن تكون الحظيرة نظيفة ولا يزيد ارتفاع سقفها عن 3 متر. ومن أهم الحظائر الأبقار الحظائر الحرة والمرابط. ثانيا الحظائر الحرة، وفي هذا النوع من الحظائر تترك الأبقار حرة طريقة بدون قيد أو سلاسل، وتحتل مساحات واسعة من الأراضي، وتكون مفتوحة من جميع الجهات باستثناء الجهة الشمالية منها، وتفرش الأرضية باستمرار وتركب المناهل والمعالف في زوايا الحظيرة. المرابط. ثالثا الحظائر المغلقة أو المرابط، هي عبارة عن حظيرة مغلقة توجد داخل الأبقار وتقيد بسلاسل لحد من حركتها، ولكل بقرة مكانها الخاص في الحظيرة. وعادة تربط الأبقار داخل الحظيرة المغلقة بطريقتين. أولا الربط الطولي، وفيه تتوزع الأبقار على مرابطها في صفين متوازيين لمحور الحظيرة الطولي، وهذا الربط على شكلين. الشكل الأول الرؤوس المتعاكسة، وفيه توجه رؤوس الأبقار إلى ناحية الجدران وأمامها المعالف، ويترك ممر للخدمة وتقديم الأعلاف ما بين المعالف والجدران. وفي الوسط يترك ممر مشترك بين صفي الأبقار للخدمة وتصريف الفضلات والبول والمياه. الشكل الثاني الرؤوس المتقابلة، وفيه تتقابل رؤوس الأبقار داخل الحظيرة، ويكون المعلف في الوسط مشتركا وعلى الأطراف ممران للخدمة وتصريف الفضلات. هنا نموذج للرؤوس المتعاكسة. الرؤوس المتقابلة. ثانيا الربط العرضي، تربط الأبقار داخل الحظيرة على صفوف توازي المحور العرضي لها، وتكون ممرات الأعلاف والفضلات المشتركة فيما بينها، وتعتبر صفوف الحيوانات الموجودة المرابطة لها أيضا. وعادة نميز 3 أنواع من المرابط، وهي المربط القصير، يتراوح طول هذا النوع ما بين 1.70 متر إلى 1.90 متر، وتكون حافة المعالف منخفضة حتى تتمكن الأبقار من وضع رأسها عليه عند الجلوس. ومن مميزات هذا النوع أنه لا يتسخ أبداً نظراً لسقوط المخلفات مباشرةً فوق ممر الفضلات، وبالتالي تبقى الحيوانات نظيفة ولا تحتاج إلى فرشة. وغالباً يستخدم هذا النوع من المربط في الحظائر الأبقار الحلوب وعند عدم توفر الفرش في المزرعة. أما عيوبه فهي إصابة الحيوانات بتورمات في الأطراف والمفاصل، وتتأذى بروعها، وتكثر فيها حالات انقلاب المهبل والرحم. المربط المتوسط، من المرابط المفضلة عند رعاية أبقار الحليب، ويتراوح طوله من 2 متر إلى 2.25 متر، ويجمع فيه خصائص مميزات المربط الطويل والقصير معا، ويؤمن للأبقار مكانا مريحا للوقوف أو النوم، وتبقى الأبقار دائما نظيفة. المرابط الطويلة يبلغ طوله ما بين 27 إلى 30 متر، وعرضه من 110 إلى 125 متر، وهو من أكثر المرابط للراحة للحيوان، إلا أنه يحتاج إلى كمية كبيرة من الفرشة ومساحات واسعة من الحظائر. معدات الحظائر، تتكون معدات الحظائر من المعالف والمشارب وسلاسل الرابط وحواجز الرابط. أولا المعالف، تبنى المعالف في أغلب الأحيان من الإسمنت لسهولة تنظيفها، على عكس المعالف الحجرية أو الخشبية. يجب أن تخلو المعالف من الحفر والزوايا الحادة التي تعيق عملية التنظيف وتسبب جروحا للحيوانات. وعادة يكون عرض المعلف بحدود 40 سنتيم، وارتفاعه ما بين 35 إلى 40 سنتيم. المشارب،
تثبت المشارب الآلية بجانب المعالق وعلى الارتفاع نفسه، وهناك أنواع عديدة من المشارب، ولكن يفضل دائما استخدام المناهل الآلية. وأكثر أنواع المشارب انتشارا المشرب ذات الفواشات التي يطعم الماء النظيف الطازج للحيوان متى أراد أن يشرب، ويركب هذا النوع من المشارب بين مربطين. سلاسل الربط: تربط الأبقار وهي من مرابط في مرابطها بسلاسل تثبت على الرقبة للحد من حركتها، وهذه السلاسل الرقبية تتحرك مع حركة رأس الحيوان إلى الأعلى والأسفل بحيث تؤمن له الوقوف أو الجلوس بكل ارتياح. رابعا، حواجز المربط، وهي عبارة عن حواجز حديدية قوية دائرية الشكل تفصل المرابط الفردية بعضها عن بعض الآخر وتحد من وقوف أو جلوس الحيوانات بصورة مستعرضة، وتسمح بسقوط الفضلات في قناة المربط. هذا نموذج معلق مناسب وبسيط خارج حظيرة الأبقار. حظيرة الولادة: يلحق بكل حظيرة للأبقار حظيرة للولادة لما لها من أهمية كبيرة، خاصة في المزارع التي ينتشر فيها مرض الإجهاد الساري للحد من انتشاره. ومن الضروري أن تكون هذه الحظيرة بعيدة عن الحظائر الأخرى وأن لا يكون بينهما أي اتصال، وتنقل الأبقار الحامل إلى حظائر الولادة قبل الموعد المحدد لولادتها بأيام، وبعد الولادة تنتقل إلى أماكنها المحددة. ومن ضروري العناية بحظيرة الولادة، وذلك بأن تعقم وتطهر وتنظف دوريا. حظائر العجول: يفضل أن تكون هناك حظائر خاصة بالعجول، إلا أنه في أغلب المزارع وعدم توفر مثل هذه الحظائر تترك العجول مع أمهاتها، مما قد يؤدي إلى إصابتها ببعض الأمراض والأضرار كأن تنطح أو ترفس من الأبقار المجاورة لها. ولا ينصح نهائيا ربط العجول، لأن ذلك يؤثر على نموها وتطورها، ولهذا تلقى بعض من أقفاص بوكسات تسمى أقفاص العجول، ويجب أن تكون هذه الأقفاص واسعة حد ما تستطيع العجول التحرك به بسهولة داخلها. وتمكث العجول الصغيرة في الأقفاص المفردة مدة 7 إلى 10 أيام حتى سقوط الحبل السري، وتكون أبعاد القفص المفرد 150 × 100 × 100 سم، وتتألف جدرانه من العوارض الخشبية التي تفصل بينها فراغات لتأمين التهوية الجيدة، ويوجد عند باب القفص فتحة يثبت عليها سطل الحليب لرضاعة العجول الصناعية. كذلك يجب أن ترتفع أرضية القفص بحدود 25 إلى 30 سم عن أرض الحظيرة مع ميل قدره 1.15 سم لكل متر طولي، لذلك للتخلص من المخلفات والحفاظ عليها دائما جافة. ومن الأمور الضرورية الأخرى تأمين التهوية الجيدة لحظائر العجول مع تجنب حدود التيارات الهوائية وخاصة الباردة منها، لأنها تؤدي إلى إصابة العجول بالإسهال، ويوجد على جوانب القفص معلف ومشرب آلي. وعندما تبلغ العجول من العمر 7 إلى 10 أيام تنقل إلى الحظيرة الحرة، وهناك تقسم إلى مجموعات حسب أعمارها وأجناسها. حظائر الأغنام: عند إنشاء حظائر الأغنام يراعى فيها البساطة وانخفاض التكاليف، وما دامت الأغنام حيوانات مرعى بالدرجة الأولى تقضي أغلب أوقاتها في المرعى ثم تأوي إلى الحظائر ليلاً. يفضل أن تكون الحظائر بمساحات واسعة وكبيرة وجيدة التهوية والإضاءة، ولا تتشكل فيها التيارات الهوائية الشديدة، ولا ترتفع درجات الحرارة كثيرا في فصل الصيف. وهناك أنواع للحظائر الأغنام: يتوقف نمط حظائر الأغنام على الظروف المناخية السائدة في المنطقة، والهدف من الرعاية والتربية، وهي نوعان: حظائر بسيطة مؤقتة وحظائر ثابتة دائمة. وفي حال الأغنام السرحية فيكتفي بإقامة حظيرة بسيطة أو حقلية لتوأ إليها ليلا وخلال فترات القيلولة. وعندما تساء الظروف الجوية أما عند تسمين الأغنام يلجأ إلى الحظائر الدائمة أو ما يسمى بالخانات، بينما في مناطق الاستقرار وزراعة الكثيفة فيلجأ إلى البناء الحظائر الأغنام الدائمة. الحظيرة الحقلية المؤقتة: وهي عبارة عن حواجز خشبية وتركب بعضها على بعض، وكل حاجز خشبي مؤلف من مجموعة من العوارض الخشبية المثبتة عليه وبأشكال مختلفة، ويتراوح طول الحاجز الخشبي من حوالي 4 أمتار وارتفاعه من 90 إلى 125 متر، وأن يكون الخشب المستخدم ناعم الملمس خالي من النتوءات والبروزات حتى لا يسبب الضرر بالحيوانات.
وأن تكون فتحظم الحواجز الصغيرة الحجم لمنع مرور الحملان الصغيرة، وتثبت الحظيرة الحقلية على الأرض بأوتاد من الحديد ودعائم خاصة توضع في الزوايا الأربعة للحظيرة لكي لا تنهار الحواجز في حال تجمع الأغنام في أحد الزوايا. وأحيانا نضطر إلى تقسيم الحظيرة إلى أقفاص صغيرة باستخدام حواجز عرضية لرعاية الكباش والأمهات المرضعة وعزل الحيوانات المريضة والمصابة والحملان الصغيرة. الحظيرة المفتوحة ذات الأسقف، وهي عبارة عن مظلة محمولة على عوارض من الإسمنت المسلح، أما الجدران فهي عبارة عن عوارض خشبية تحيط بالمظلة ولها مدخل لدخول وخروج الحيوانات منها. ويفيد هذا النوع من الحظائر في حماية الأغنام من الأمطار وأشعة الشمس المباشرة وتأمين ظلها. الحظيرة النصف المفتوحة، وهي عبارة عن حظيرة مغلقة من ثلاثة جهات مفتوحة من الجهة الرابعة والتي غالبا ما تكون الجنوبية منها، ويستخدم هذا النوع في المناطق التي يكون شتاؤها بارد ويمكن تخطيط الجزء المفتوح إذا لزم الأمر. الحظيرة المغلقة الدائمة، وهي من الحظائر الثابتة المخصصة لرعاية الأغنام وتسمينها، وهذا النوع من الحظائر يجب توفر بها بعض الشروط والتقييد بها عند إنشائها، كالموقع الهادئ والبعيد نسبيا عن التجمعات السكنية وطرق المواصلات والسكك الحديدية والمزارع الأخرى. ويفضل أن تكون متجهة نحو الجنوب ومساحة كافية بحيث يخصص الكباش من متر ونص إلى مترين متر مربع والنعاج مع نتاجها من متر وعشرين إلى متر وخمسين متر مربع والحيوانات بعمر من 0.7 إلى 0.8 متر مربع. ويتراوح السقف بين 3.5 إلى 4 متر، وهذا يتوقف على الظروف الجوية السائدة وعدد أفراد القطيع. أما الجدران فيجب أن تكون سميكة لزيادة العزل الحراري ومنع امتصاص الرطوبة وتسربها إلى داخل الحظيرة. ويفضل أن تكون الأرضية جافة ومرتفعة عن الجوار وترصف بالحجارة أو بصبة إسمنتية، وأن تكون النوافذ كافية لدخول أشعة الشمس وتأمين المبادلات الغازية والتهوية جيدة، ويكون عرض الأبواب حوالي من 3 إلى 4 متر وبارتفاع قدره من 2.5 إلى 3، ويغطي السقف بمواد عازلة كالطحين وغيره بسماكة من 10 إلى 12 سنتي. وتتكون معدات حظائر الأغنام من المعالف والمناهل وأدوات الخدمة والتنظيف والصيدلية البيطرية. المعالف قد تكون مفردة أو جماعية لتقديم العلف المركزة والمالئة معا، وترفع المعالف على سطح الأرض بحدود 40 سنتي من المعالف العلف المركزة و60 للعلف المالئ. المشارب، المشارب وتأخذ أشكال مطرزة عديدة، أما تكون عادية أو نصف آلية أو آلية، وتصنع من الصحفيح المعدني أو الحجر أو الإسمنت. وأحيانا يجرى تقسيم الحظائر الأغنام بواسطة حواجز خشبية بهدف الحصول إلى بوكسات الولادة، بوكسات الكباش، بوكسات الحملان الصغيرة، بوكسات لعزل الخراف المريضة، مخازن للعلف المركزة والمالئة، ومستودع أصل. وبهذا تنتهي ورشتنا هذا اليوم، نتمنى من حضراتكم الاستفادة من الورشة، شكرا جزيلا.